حول العالم. حول العالم. حول العالم بالنسبة لي اليوم، يمكن هذا الخبر يهم محبين وجبة السوشي. اقتحم السوشي الموائد العالمية كونه طبقا صحيا قليل السعرات الحرارية وغنيا بالمعادن والدهون غير المشبعة. ولكن بحسب جمعية الغذاء والدواء الأمريكية، قد يكون هذا الطبق خطرا على صحة الأطفال. وحذرت جمعية الغذاء والدواء الأمريكية من تناول الأطفال دون 5 سنوات السوشي، خاصة الأصناف التي تحتوي على السمك الني. والأطفال الصغار تكون مناعتهم ضعيفة، وتناول السوشي قد يصيبهم بتسمم معوي خطير. الأمر ينطبق أيضا على كبار السن، كون مناعتهم تضعف مع التقدم في العمر ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالتسمم. كما شدد الخبراء على الحوامل الامتناع عن تناول الأسماك النيئة والسوشي لتجنب الإصابة بالتسمم البكتيري. وبدلا من الامتناع عن تناول هذا الطبق، يمكن تحضير السوشي في المنزل واستخدام الأسماك المطهية بدلا من النية، وإضافة الخضار والأفوكادو لتعزيز قيمته الغذائية.